أبنائي وبناتي دفعة تالتة ثانوي 2020، إن شاء الله في الفيديو ده هعرض لكم بعض المعلومات المؤكدة عن موضوع أوائل الثانوية العامة دفعة 2020. طبعا دي قرارات رسمية صدرت إن الفتيات يتصدرن الأوائل، بعد كده أكثر المحافظات المتصدرة هي القاهرة والمنصورة، بعد كده ارتفاع عدد الأوائل بالشعبة العلمية. طبعا واحد يقول لي هما كده كده بياخدوا أوائل في كل شعبة، لا احنا نقصد بيها عدد الخمسمية الأوائل، لأن هما طبعا الخمسمية الأوائل زي ما احنا هنشوف دلوقتي إن الخمسمية الأوائل لن يخضعوا لقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الكليات، وسيتم إعفائهم من المصروفات في الجامعات الحكومية. فالخمسمية دول غالبيتهم من الفتيات، وغالبيتهم من محافظات القاهرة والمنصورة، وطبعا زي ما قلنا غالبيتهم من الشعبة العلمية. بعد كده بالنسبة بقى لدرجات الرأفة، 60,000 طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، يعني المفروض كانوا هيرسبوا في بعض المواد واتضافت لهم درجات الرأفة علشان ينجحوا. بعد كده أغلب المستفيدين من درجات الرأفة من شعبة العلم رياضة في مادتي الفيزياء والرياضيات. بعد كده بالنسبة لشعبة العلم علوم والشعبة الأدبية، درجات الرأفة أكتر درجات اتخذت في مادة اللغة الإنجليزية، وبعد كده اللغة الثانية سواء فرنساوي أو إيطالي أو ألماني أو غيره، وبعد كده مادة الفلسفة. بعد كده نسبة النجاح الكلية بلغت 80%، يعني نسبة النجاح السنة دي بلغت 80%. دي طبعا المعلومات الرسمية اللي صدرت لغاية دلوقتي. طبعا لسه لم يعلنوا عن أسماء الأوائل، من أول ما تظهر أي قرارات رسمية وأي قرارات جديدة أنا أكيد هنزلها لكم ومتابع معاكم آخر الأخبار. انتظروني في فيديوهات تانية إن شاء الله.